هنا هذه الشجرة وهذه الأغراض مالتها، راح أحطها هنا في هذا المكان، أرتبها وأسويها كلش حلوة. طبعا كانت عندنا كبيرة، بس كبيرة طيناها لأن كلش كبيرة وما عندي مساحة إلا أحطها، فجبت هذه الشجرة الصغيرة، هي مجرد بس عيد رأس السنة نحتفل وبعدين راح ترجع تنضم. هسه راح أرتبها وإن شاء الله أحطها هنا وأشوفكم النتيجة مالتها شلون تصير. ونعم مثل ما تشوفون عندي الشقة زينة ومرتبة، بس شنو عندي؟ بس كنس يحتاج لها هذه، ومرتبة ما عندي شي هوسة بيها. هذه أرد أشيلها، غسلتها بطانية، وهذه عندي شلتها لأن بيت عيالي كانوا موجودين هنا بالاستقبال، سوينا لنا قاعدة حلوة فجبتها هنا حطيتها، وهسه راح أشيلها رجعها بالاستقبال. وعندي الشقة كل شيء ما بيها مرتبة، بس يبقى لي عندي الكنس. طلعت المكنسة على مود أجهزها وغسل المواعين ومرتبة الشقة كلها، ما يبقى لي شيء هوسة، بس أرتب وياكم الشجرة مال كريسمس أسويها، وإن شاء الله راح أسويها وتعطوني رأيكم بيها. أنا بعد ما كملت الشجرة الكيوت مالتنا الصغيرة صارت عندي بهذا الشكل، وهذه هنا حطيتها لين حطيت هذني هنا من مكان ما عندي، فهذه لين صغيرة حطيتها بصف التلفزيون، صارت عندي الشجرة كلش حلوة. وهسه راح اجيب الطبلة الوسطية ان شاء الله بس اكنس وارتب الشقة واشوفكم النتيجة شلون تصير. حضرت المكنسة مالتي وراح ابدي اكنس الاستقبال على مود يترتب، ما يبقى لي شي. اعذروني على الصوت القوي. واعذروني اذا كان الصوت قوي يعني مال مكناسة، بس حبيت اسوي روتيني اليوم وياكم، اشاركه وياكم. أنا بعد ما كنست الاستقبال وياكم راح أكمل الشقة كلها، ما أريد أطول عليكم بالفيديو وأرجع لكم أشوفكم النتيجة. أنا راح أبدي لكم من غرفة يوسف بعد ما نظفتها وجهزتها، صارت عندي نظيفة والحمد لله والشكر. هذا هنا طبعا الطن، منظر كلش حلو للغرفة، والكتب مالته حطيت لي هي هنا بهذا المكان أحسن ما حاطن على الميز. كلها نظفت هسه عندي الشقة وما بقى بيها شي الحمد لله. غرفة عبودي هم نظيفة ومرتبة، شلت الهوسة منها
ما بقى فيها شيء. والممر هكذا هم نظيف ومرتب، وهسه الصالة صارت عندنا بهذا الشكل الحلو والمرتب. هذه الأجواء الحلوة، وهذه حطيتها بعد الطبلة رجعتها لمكانها. هيك صارت. وهنا أنا يوسف قاعد ياكل رمان مجهز. والغرفة هم عندي نظفتها، ومثل ما كاتبين بالتعليقات طبعا انا من البداية ردت احطه الميز هناك، بس قلت ما اريد يطايق الباب مال الشرباية، فهسه حطيته هناك رجعته، وبقالي من هنا مكان واسع مكان فارغ الحمد لله. والمطبخ هم نظيف وغيد قاعد ياكل قمر الدين مثل الفارة شوفوا. طيب طبعا هذا القمر الدين جبنا لي اياه حامض من اربيل مرة احنا. والمطبخ عندي جهز والحمد لله والشكر، كله صار عندي نظيف، واللون داري هم ما عندي هوسه بيه، كله مثل ما تشوفون جاهز. مع شنو اللي يبقى لي عندي نقص؟ يبقى عندي النفاخ ان شاء الله اجيب من اطلع، لان حطيت بعد الشجرة، وان شاء الله نشوف الاجواء شلون راح تصير بعيد رأس السنة. طبعا عيد رأس السنة هنا الاجواء كلش حلوة تصير بمجمع، بس ما يصير كلش حلوة الاجواء هنا وببغداد. شوف روحك اي. فان شاء الله ذا هاي اصور لكم شنو الاشياء اللي اجيبها. مساء الخير يا أجمل متابعين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو أخباركم؟ شكو ماكو؟ شلونكم على الأجواء مال كريسمس؟ وهنا جينا سنتر دراهم، جاي نشتري شغلات للبيت أريد أجهز على مدعدي رأس السنة. وهنا أنا حبيت أصور لكم سنتر دراهم وأشوفكم الشغلات اللي عندي، شغلاته طبعا كلش حلوة. هذا قسم القرطاسية، الأشياء مال مدارس، كمامات، محفظات، وهاي الشغلات كلها متواجدة عنده، قسم منزلي عنده مال المنزل، وأقسام مال ديكور ورود، كل شيء متواجد عنده وأشياء كلش حلوة، ويعني أسعاره كلش مناسبة. وهسه وياي نهاية الفيديو إن شاء الله تستمتعون بيه. Some family.
fire as the snow appears. Tree lights reflecting off of your gift, and I can't wait till you see what it is. It's been. بلوز تبت من هون بلوز وهنا اخذنا شغلات نفاخ فستان مو النفاخ من هون بابا اخذنا من هذا الستان ان شاء الله بنرجع بنشوفكم الشغلات اللي اخذتها وهنا يوسف جاي ياخذ دفتر يعني طالبين منه من المدرسه انا جا وانا ادرس السنه يلا هنا أنا بعد ما شوفتكم الشجرة اللي سويتها الحلوة جبت طلعت طبعا رحت السنتر دراهم جبت هاي الشغلات منزل شغلات كلش كلش حلوة جبت هذا الشموع محمد طبعا اختار هذه الألوان وهذا الأقلام والدفتر هاي اليوسف وجبت هذه النفاخ 2024 وهذه اللصقات مال الزرع اريد احطهن على مود اسوي عليهن الزرع هذه يلزقن بالحائط وهذه نشره وان شاء الله هم نفتحها واحطها اشاركها وياكم وهذه بطاقات محمد جابهن للجهال وهذا ستاند مال ورد هذا هي الشفله ينحط بيه الورد بعد شنو هذا بابو نويل نفخ طبعا جبت اشياء بسيطه وهذا النفاخ وجبت هذا المنظر اللي ينحط على الحائط على الباب انت شوف شنو يعجبكم وين تحطوه طبعا كلش حلو انا جايبته قبل كم سنه جايبته كلش كبير من سما مول وهسه جبت الحجم شويه الاصغر هذه الاشياء البسيطه اللي جبتها راح تعطيني شكل ثاني يعني للصالة شي بسيط وحلو يعني ويا الشجرة طبعا هذه النشرة هذه وهذه يمكن راح احطهن هنا على الحائط لان عندي هذا الحائط فارغ مثل ما تشوفون راح ارتبهن هنا أنا. وستاند الورد شوف وين احطه يجوز احطه هناك هنا أنا. راح ارتب الصالة ان شاء الله وكلها اشوفكم اياها طبعا هذا الشموع ريحتهن كلش طيبة العطر مالتهن كلش طيب شكلهن كلش حلو هذه الأشياء البسيطة اللي جبناهن